السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه واحد المدة واحد سيد بائع متجول كيبيع الفواكه، برتقال، تفاح، موز، أناناس، كيوي، كيبيع الفواكه. وتقديت من عنده، خديت من عنده شي سلعة، خلصته ما عنديش القفة، فمد لي واحد الكيس بلاستيك، مد لي واحد الكيس، شكرته، قلت لي الله يرحم والدين، الله يرحم الوالدين. قلت لي هذه الكلمة ما عجباتوش وتقلق أو السيد هذا مالو، حنا شكرنا قلنا لك الله يرحم الوالدين، ما عجبو حال. المهم حتى بقى فيا الحال، هذا السيد مالو، خديت القفة ديالي سلعتي مشيت، بقى فيا الحال. تلاقيت مع واحد السيد عاودت لي المشكل، قال لي هذاك راه كابر بلا والدين وكبر غير في الخيرية وناقم على والديه هكاك. فا أجداني كاع نقول ليه الله يرحم والدين، إنسان نقول ليه شكرا ولا نقول ليه الله يجازيك بخير، لأن لمن صنع فيكم معروف فكافئوه، نقول ليه خويا جزاك خير، جزاك الله خيرا، نبقى هاني مع راساتي. حتى دي تاني مرة وقعت ليا وكتوقع للناس، الناس وقعات ليهم هاد القضية ديال الله يرحم والدين. والوالدين راه كيبقاو والدين، الله اللي عالم بالظروف ديالهم. شوف كيفاش، راه كاين اللي والديه مشاو ضحيه حوادث السير او ما شابه وكذا، نعم يقدروا يكونوا تخلاو عليه، يقدروا بزاف ديال الحوايج، ولكن انسان ما يكونش حاقد لديك الدرجه. او تا قلت لك الله يرحم الوالدين، صافي دير ما كاين والو، صافي لاش هذا ما كان. انا ما هذه الكلمه انا تجاوزتها ديال الله يرحم الوالدين، انسان يقول الله يجازيك بخير شكرا لك ونبقى هاني مع راسك. شي حوايج التجربه هي اللي كتبين لك وكتوريك، والله يهدينا.